الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما
وكذلك نجزي المحسنين.
صلى